ادعونا يا جماعة. نون الإناث إذا اتصلت بالفعل بنته على السكون، لم تغير فيه، لم تحذف آخرة. هو فعل مضارع، لاحظ، فعل مضارع تدعو، أنت تدعو، فعل مضارع زائد نون الإناث يساوي فعل مضارع زائد نون الإناث، لا تغير فيه البتة أبدا. لكن بقي الاعتراض. الآن ما وزن تدعون؟ أنتن تدعون، ما وزنها؟ ركزوا يا إخوة. تفعلون ست أحرف، تدعون خمس أحرف، الميزان أكثر من الموزون فحصل تطفيف في الميزان. تفعلنا، أيوة، ركزوا يا قوم. تدعون، أنتن تدعون وزنه أنتن تفعلن، وهذه الواو هي واو إيش؟ دعا يدعو. طيب لماذا هي واو دعا يدعو؟ قال ليست واو الجماعة، لأن واو الجماعة مختصة بالذكور، هؤلاء إناث، فإذا أنتن تدعون هذه واو دعا يدعو، وحين دخلت نون الإناث لم تفعل مع الفعل شيئا، بنته على السكون. تمام، سكنت. فإذا الآن فأنتن تدعون وزنه تفعلنا، أما أنتم تدعون وزنه تفعون. الآن تقول هل هذا ممكن؟ نعم ممكن. لاحظ قوله تعالى في سورة الأحزاب عن النساء الكبيرات في السن اللواتي يحق لهن التخفف، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا حتى لا يعترض عليك أحد ويشغب. أنا كنت أعترض. طيب في القرآن والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون، كمان واو الجمع. الاختلاف هنا تقديري، يعني اعتباري. فلاحظ أستاذ، الآن مع نون الإناث الفعل مبني على السكون، والواو هذه لام الفعل، يعني رجا يرجو، وهن وأنتن، هن يرجون وأنتن، هاي الواو لام الفعل، تنبهوا يا إخوة. أما لاحظ مع جماعة الذكور أنتم ترجون، ما هذه الواو؟ واو الجمع، وحذفت الواو تلك لماذا؟ لالتقاء الساكنين. أما هنا لم يأتي واو أخرى فتحذف هذه الواو، يعني لم يلتقي ساكنان، فتنبهوا لهذا الفرق يا إخوة، خصوصا في القرآن الكريم. اليوم التشغيب كثر، ولك هذا خطأ في القرآن، هي واو الجماعة، لا يا أخي، ما قال لك إنها واو الجماعة، هذه واو لام الفعل، واو رجا يرجو، غذا يغذو، والأمهات يغذون أولادهن، واضح؟ فإذا هذه واو لام الفعل. ثم لاحظ الفرق من حيث الإعراب، هذا معرب مرفوع وعلامة رفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وهذا مبني على السكون، وذاك في الجزم تقول أنتم تدعون وأنتم لم تدعوا، أما أنتن تدعون وأنتن لن تدعين، لا هاي. تدعون فعل مبني على السكون لا تحذف. بالنسبة لك وفي النصب، وعلى هذا تفهم قوله تعالى في سورة البقرة إلا أن يعفون. شو واحد بيقول يا أخي والله شيء، هذا من الأفعال الخمسة ينبغي أن تحذف النون لأنه سبق بناصب، من قال لك إنه هذا من الأفعال الخمسة؟ الكلام على النساء هنا، إلا أن يعفون على النساء المطلقات، إلا أن يعفون فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث. إذن إذا أردنا أن نلخص القضية، المعتل الناقص الواوي، يعني ما كانت لامه واوا، سيحصل اشتباه في صيغتين المخاطبين والمخاطبات، بصيغة واحدة ستكون، لكن الفرق اعتباري. ففي قوله أنتم تدعون، أول شيء هذه الواو واو الجمع، وحذفت واو الفعل لالتقاء الساكنين. اثنين، هذا الفعل معرب وليس مبنيا. ثلاثة، يترتب على هذا في النصب والجزم ستحذف النون، أنتم لن تدعوا ولم تدعوا، لأن أنتن هذه الواو واو الفعل وليست لام الفعل وليست واو الجماعة. اثنين، هذه النون نون الإناث بنت الفعل على السكون. ثلاثة، هذه النون لا تحذف لا في النصب ولا في الجزم لأنه هي ليست علامة رفع ضمير، فيبقى الفعل معها مبنيا على السكون، مبني يعني يدخل عليه الناصب فلا يؤثر في ظاهره، ويدخل عليه الجازم فلا يؤثر في لفظه. فإذا أنتن تدعون وأنتن لن تدعون وأنتن لم تدعون يا نساء، يعني أظنها صارت واضحة.